السؤال اللي طرحناه شو السر ديال هذا التخبط في السياسة الخارجية لفرنسا تجاه المملكة المغربية؟ وهاد فرنسا هذه صراحة لست أدري أنا شخصيا ماذا تريد من المغرب، وتقييم ديالي المتواضع ديالها للسياسات ديالها في السنوات الأخيرة، خصوصا منذ سنة 2021 مع المغرب، ملي دخلنا في ديك المرحلة ديال الجمود إلى يومنا هذا. حاولت ما أمكن أنني ندير واحد تقييم عام، ندير واحد القاعدة، واحد خطة طريق لهذه السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب، باش نفهموا ما تريد منا فرنسا، كي نفكر هل نحن قادرين على الاستجابة للمطالب ديالها أو لا، واش حنا قادرين نواجهوها أو لا، واش حنا ممكن نتجاوبوا معها أو لا. أنا شخصيا وفق أيضا المعطيات المتوفرة، ما عرفتش ماذا يحدث في الكواليس، ربما يكون احنا كنتكلموا في واد، وما والدولتين المغربية والفرنسية هما كيتفاوضوا في واد آخر، كل شيء ممكن، لكن من خلال ما يتم تسريبه، من خلال المعطيات المتوفرة، من خلال ما تروج وسائل الإعلام، أنا ندير عنوان كبير لكل ما حدث منذ 21 إلى يومنا هذا، التخبط في السياسة الخارجية الفرنسية. وش التخبط؟ ربما بسبب الموقف المغربي المتصلب الغير مسبوق تجاه فرنسا، أو هذا التخبط دير أن فرنسا بسبب مقصود. فرنسا كتلعب، فرنسا كتحاول معنا كل الأساليب، واحد يضرب واحد يدق واحد يقول لي شكون. هادشي اللي كنلاحظ دابا في فرنسا، السياسيون الفرنسيون واحد كيدق واحد كيقول شكون، ها، وهادشي يخلينا اليوم أننا نكونوا أكثر حذرا مع فرنسا ماكرون. وهاد فرنسا ماكرون هي من أكثر نقدروا نقولوا الحقاب خبتا في التعامل مع المملكة المغربية ومصالح المملكة المغربية. وعلاش كنقول بأن هناك تخبط؟ لاحظوا أن فرنسا بعد ذاك الخطاب ديال العاهل المغربي محمد السادس حفظه الله، ذاك الخطاب المشهور اللي طلب بشكل غير مباشر من فرنسا أنها تعترف بمغربية الصحراء، ووضع شرط لتطوير العلاقات مع فرنسا هو تغيير الموقف الفرنسي من مغربية الصحراء. من ذاك الوقت فرنسا وهي تحارب المغرب، نقولوا بهذا المعنى هذا، من ذاك الوقت كتحارب المغرب، إما عن طريق ديك الفضيحة ديال بيغاسوس ولا مروكن جيت ولا البرلمان الأوروبي اللي تم التهييج ديالو وهذا المملكة المغربية، مطاردات صحفيين من أصول مغربية، رشيد مباركة على سبيل المثال، مطاردة أئمة مغاربة، وضع تأشيرة على المغاربة، منع أئمة المغاربة من القيام بأداء يعني الصلوات ديال الترويح في فرنسا، حتى وصل لدرجة أن المغاربة اللي كيطلعوا في الطائرات كيشوفوا هازين معهم الأوروبيين ما هازينوش، واحد من أول الإعلام الفرنسي بطبيعة الحال حتى هو ما خلاش يمجدوا. فكانت هناك واحد الحملة شرسة ضد المملكة المغربية، هذه في البدايات. بطبيعة الحال هذه كلها محاولات فشلت. المغرب بطبيعة الحال بدا كيرد من الإمكانيات المتوفرة، بدا كيرد الصرف فرنسا داخل القارة الإفريقية، داخل المغرب شفنا بأن وزراء مغاربة مابقاوش كيزوروا فرنسا، ولا هناك توقف للزيارات. فرنسا بطبيعة الحال دارت تأشيرات على شخصيات وعلى وزراء وعلى أطباء مغاربة اللي كانوا كياخذوا التأشيرة غير بالتليفون مابقاوش ياخذوها. هذا نوع من أشكال التضييق، ولا موضوع الهجرة فتح من جديد، الهجرة السرية وإلى آخره. كانت فرنسا كتحاول بكل الوسائل أن تضغط على المغرب، بل أكثر من ذلك مشات عند عدوة المملكة المغربية اللي هو نظام دولة العسكر، تدير مع الصفقات، وماكرون زار فرنسا، وبل وأمر المنقلب التونسي قيس سعيد باستقبال بن بطوش واستقبله، حاولوا كل الوسائل من أجل الضغط على المغرب. هذا الشيء كله ما جاب حتى شي نتيجة. المغرب ظل صامدا، بدا كيطور العلاقات ديالو، بدا كينوع في التحالفات ديالو، حتى في اقتناء السلاح. بدينا كنشوفوا المغرب كيشري السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، من روسيا، من الصين، من عدة دول العالم. بل أكثر من ذلك، المغرب طور العلاقات ديالو مع إسبانيا، والاعتراف الإسباني حتى هو كان عنده واحد الدور كبير فاعل وطاغت على فرنسا، لفرنسا اللي حاولت بكل الوسائل أن تمنع إسبانيا من أن تعترف بمغربية الصحراء. ما
ماشي غير فرنسا، كل الدول الاوروبيه من بعد الاعتراف الامريكي، من بعد ما ترامب اعترف بمغربيه الصحراء، فرنسا بدات كتدق على الاوروبيين دار بدار كيتمنعهم من ان يقتادوا من الاقتداء بالموقف الامريكي. والمانيا شنو حتى مجلس الامن اثارت الضجه على هذا الاعتراف ولماذا والى اخره، واللي ادى ايضا الى دخول العلاقات المغربيه الالمانيه في واحد الجو ديال الجمود. وشنو من بعد كيفاش تحلت القضيه مع المانيا؟ فهاد فرنسا هذه اللي حاولت بكل الوسائل وحست بانها لن تستطيع تحقيق اي شيء، وبدات تحس بان المغرب بدا كيهرب منا، بدا المغرب كيهرب منا بعد ما حاولت سياسه العصا. كنلاحظوا بان مؤخرا فرنسا عادت الى سياسه الجزره. كيفاش؟ استقبال ديال زوجة ماكرون للاميرات المغربيات، عودة سفيرة مغربية سمير ستايل الى باريس، زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجوني الى المغرب، وبدا التفاهم ديالو للموقف المغربي. وبل اكثر من ذلك، استشعرنا بعد ديك الزياره وكان فرنسا ولات كدير لنا المقايضه، الاعتراف مقابل الاقتصاد، بغات دير شي صفقه مع المغرب لواحد 30 سنه قادمه، خصوصا في الجو وفي الضعف اللي كتشهدو فرنسا الان، وتراجع النفوذ ديالها العالمي خصوصا في منطقه النفوذ ديالها التقليديه اللي هي افريقيا. لاحظنا ان فرنسا بدات كتحاول تغازل المغرب بشكل غير مباشر، مرة عن طريق وزير الخارجية اللي جاب رسالة باسم ماكرون بأن ماكرون طلب منه أنه يصلح العلاقات المغربية الفرنسية. تأخر ولا تعثر أو تأجل تأجيل المتكرر لزيارة تبون إلى فرنسا هي أيضا تفهم في هذا الإطار بأن ماكرون ليس لديه ما يقدمه لنظام دورة العسكر. هذا تقدر نفهمه على أن فرنسا بدأت شوية كتغير الموقف ديالها، وربما بدات كتقرب من الموقف المغربي وما يريده المغرب. الايام الاخيره دوك التصريحات ديال السفير الفرنسي في المغرب في الدار البيضاء في كليه الحقوق عين الشوق في اكدال الرباط، التصريح الاول كيعبر فيه بان كيتفهموا الموقف المغربي وبان فرنسا دائما داعمه للصحراء المغربيه، واول من دعم الحكم الذاتي، وبان في المجلس الامن دائما الفيتو ديالها كان لصالح المغرب. وداك التصريح ديالو الاخير في الرباط اللي اثار نقاش واسع، وهو ان فرنسا ماشي كتدعم المغرب في المجلس الامن واول من دعم الحكم الذاتي، بل هي ايضا كتدعمه عسكريا وشاركت المغرب في قصف البوليزاريو. هذا وفق التصريح ديال السفير الفرنسي في الرباط. وهذا الشيء كله كيخلينا حنا كمتتبعين تسالوا ماذا يحدث؟ واش هذا تخبط في السياسه الخارجيه الفرنسيه؟ كيفاش كتنتقل من النقيض الى النقيض؟ ام انه دور جديد كتلعبوا علينا فرنسا؟ ها كي كيقولوا تدينا للبحر وتردينا عطشانين، لان لحد الان ليس هناك شيء رسمي وليس هناك شيء ملموس. بل اكثر من ذلك، ان فرنسا وفق واحد القرار احد الوكالات الفرنسيه اللي قررت تمنح المغرب واحد ازيد 130 مليون دولار، ازيد 130 مليون دولار من اجل الدعم التعليم في المغرب، ها، ومحاربه الهدر المدرسي. احنا اي تعليم واي هدر مدرسي؟ الا كان في مسوده هذه الاتفاقيه ان خص يكون التعليم بالفرنسيه، وهنا احنا المغاربه كنرجعوا نتسالوا واش احنا في مرحله التحرر من فرنسا أو في مرحلة العودة للاحتلال الفرنسي. فرنسا بغت تريد إعادة دعم تعليم اللغة الفرنسية في المغرب. والغريب والخطير في الأمر هو أن هذا القرض النصف ديالو هبة والنصف ديالو آخر خصنا نردوه. إذن حنايا نشروا الفرنسية ونبدا نعلموا بالفرنسية بأموال المغاربة ماشي بأموال الفرنسيين. فهذا موضوع آخر نقدروا نرجعوا ليه فيما بعد. إلا أن هنا احنا نتسألوا واش المغرب دار شي اتفاقيه مع فرنسا؟ الاعتراف مقابل المال والنفوذ وعوده التبعيه،
ام الامر يتعلق فقط بشي طابور خامس داخل المغرب؟ حنا كنعرفوا داك حزب فرنسا راه كان ولا زال وسيظل اللي كيحاول دائما يدافع عن المصالح الفرنسيه داخل المغرب. هنا كنتسالوا ايضا، ماذا تريد فرنسا من المغرب؟ كل مره كيخرج السفير ديالها كيرمي شي نويطه، لم يحل الوقت لتعلن فرنسا عن موقفها النهائي والرسمي من ما طلبه العاهل المغربي محمد السادس حفظه الله. لم يحل الوقت أن فرنسا تعلن بما لا يدع مشاكل أي ما لا يدع مجال لأي شك أو ريبة بأن الصحراء أرض مغربية. يعني نبقاو حنايا في هذا التلاعب وهذا الحسبيس وهذا شد اللي نطلق لك، فهذه كلها معطيات وأحداث كتخلينا نكون غير مرتاحين لما تقوم به فرنسا حاليا، لأن هذه ماشي ملامح سياسة خارجية حقيقية وهادفة تريد التعاون مع المغرب كبلد ذو سيادة، كبلد مستقل، وكتنظر لنا نظرة الند للند. شوف الولايات المتحدة الأمريكية عظمتها وبقوتها وبجبروتها، واحد جوج ثلاثة ترام على الاعتراف بمغربية الصحراء وجمعنا طوينا. أما فرنسا تتماطل، لأن كنعرفوا هذا النظام الماكروني كنعرفوا من أخبث أنظمة الحكم التي مرت أو عرفتها فرنسا، ماشي مع المغاربة حتى مع الفرنسيين. فهذا النظام ربما ما يعطيكش بدون مقابل، وهو الآن في إطار المفاوضات سرية مع المغرب الاعتراف مقابل اتفاقيات اقتصادية بعيدة المدى، مقابل تبعية ثقافية بعيدة المدى. هذه الأمور اللي غادي تبان لنا واللي غادي تتضح في قادم الأيام، لأن هذه النقطة ديال النشر الفرنسي في المغرب أو التعليم الفرنسي في المغرب صراحة يطرح عليها أكثر من عالم الاستفلام، في وقت أننا كنلاحظوا العديد المغاربة دوك ينفروا من هذه اللغة، ماشي غير المغاربة، الفرنسيون أنفسهم. اللغة مابقات كتوكل حتى شي حاجة في العالم، اللغة الإنجليزية ولات هي اللغة الأولى، هي اللغة الأولى، هي لغة العلم، هي لغة التداول، هي لغة التنقل عبر العالم. هناك لغات أخرى كتجي في المرتبة الثانية والثالثة، أما الفرنسية فهي بعيدة كل البعد. كان الفرنسية إلا خرجت منها من فرنسا وبعض الدول الفرنكوفونية ما توكلكش الخبز، هذه هي الحقيقة. زائد على ذلك أن داخل المدرسة المغربية هناك مشكل تعاطم أو تعلم اللغات الأجنبية، خصوصا اللغة الفرنسية، لأن مع غياب الحافز لست أدري كيفاش غيتم التعلم هذه اللغة الفرنسية وكيف يتم التعليم باللغة الفرنسية. وأظن أن التعليم باللغة الفرنسية هو من أسباب الهدر المدرسي وليس من أسباب منع الهدر المدرسي. الكثيرون من المغاربة يعانيون من هذه اللغة في المدارس، لا الابتدائية ولا الإعدادية ولا الثانوية، حتى في الجامعة، لأن كانت من أم المصائب وأنا كنت عشتها في الفترة ديالي، أن غالبية التلاميذ عندهم هذا المشكل ديال الفرنسية ومادة اللغة الفرنسية. الكل كيعاني منها، أولا لغياب المنهجيات العلمية والتربوية من أجل تعليم اللغات، ما كانتش عندنا في المدارس. ثانيا غياب حتى الكفاءات عند بعض المعلمين والأساتذة، وبطبيعة الحال غياب الإرادة عند هذاك التلميذ اللي كان كيشوف هذه اللغة الفرنسية لغة بعبع، لغة عائق إبستيمولوجي. نقدروا نقولوا بأن الفرنسية كانت عائق معرفي للكثير من التلاميذ المغاربة وتسببت لهم في مغادرة المدرسة. وحتى في الجامعة كانوا في الثانويات التلاميذ ديال خصوصا العلميين كيمشيو كيقراو العلوم الطبيعية والرياضية باللغة العربية، كيمشيو للجامعة كيلقاو كل شيء بالفرنسية. كيكونوا تلاميذ متفوقين في الثانوي كيمشي للجامعة ما كيقدرش يواصل، باستثناء ديك الفئة القليلة بطبيعة الحال المفرنسة، اللي كيتلقاو دروس خصوصية أو اللي كيتعلموا مدارس بعثات ومدارس خاصة، هادو كيكون عندهم تكوين فرنسي أفضل، ماشي لأنهم أذكى من الآخرين، وإنما لأن عندهم واحد الثقافة ديال ضرورة تعلم اللغة الفرنسية، لأن كيشوف لها هذيك لغة التحضر، ما كيشعرش براسو أنه إنسان متحضر إلا يتكلم تلك اللغة وتصرف على شاكلة من يتكلمون تلك اللغة.
الفرنسية أنا كنشوفها غتكون مشكلة، هي متسببة في الهدر، خصوصا في الوضعية اللي كنعيشوها اليوم في المدارس العمومية، 50 في القسم، معظم التلاميذ اللي ما فاطرش وشيني جاي غيب شكارة مهركشة، ولا اللي ما لبش تصبات فرشتي، يجب تتكلموا على موليير، وعلى تكلموا على الأدب الفرنسي وتقول له حلل وقرأ وفهم أمور لا تتناسب. ناهيك على أن اللغة الفرنسية ما بقاتش عندها أي مكانة دوليا، وأصبحت لغة ربما عامل من عوامل التخلف عند المجتمع. احنا شفنا الدول الإفريقية كيفاش بدات كتبدل اللغة الفرنسية بلغات أخرى حية، خصوصا اللغة الإنجليزية. والوضعية اللي عايشة عليها الدول الفرنكوفونية داخل القارة الإفريقية، والدول اللي عايشة عليها الدول الأنجلو ساكسونية، راه كتقول لكم شنو كاين، راه كيبان الفرق. إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال، مسير التخبط، أنا أخشى ما أخشى أن فرنسا تلاعبنا وتراوغنا، وكتلعب على عامل الوقت، لأن ما كاينش شي سبب ما يخليش ماكرون أنه يعترف بمغربية الصحراء بشكل صريح وواضح. ربما فرنسا كتلعب على عامل الوقت في انتظار مستجدات قد تخدمها، أو أنها في طور التفاوض مع المغرب والمقايدة هاكوارا. هذه هي فرنسا اللي تعودات 10 سنين كتاخد وما كتعطيش، ما يمكنش اليوم أنها تعطيك بدون ما تاخد.